أعلنت وزارة البترول في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح يوم الجمعة الماضي قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المنتجات البترولية لتشمل الزيادة البنزين والسرال والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات وأسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري. استراوحت الزيادة بين 16% و30%، وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهج الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم للمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلاً. وأشاد صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات المالية الدولية بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم وخفض معدلات البطالة. بينما استمر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بالحديث عن أسعار المحروقات بعد أن زادت الأسعار 5 مرات خلال 5 سنوات الأخيرة، حيث ظهر هاشتاج البنزين في أكثر من 24 ألف تغريدة على موقع تويتر خلال الساعات 24 الماضية، وتباينت الآراء حول قرار ارتفاع الأسعار الأخير، حيث قال كثيرون أن الارتفاع سيؤثر سلبا بشكل كبير على الطبقة الفقيرة في مصر وعلى قدرة الفرد على تلبية الاحتياجات الأساسية. وأبدى بعض المغردين على موقع تويتر تخوفهم أن تتبع الزيادة الأخيرة زيادة في أسعار السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات. ومن ناحية أخرى، قال الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضبط المنظومة الاستهلاكية، مؤكدا أن السيارات الضبطية القضائية منتشرة في الأسواق والمناطق التجارية ومحطات الوقود ومواقف نقل الركاب للتأكد من التزام الجميع بالقانون واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين. في النور الحقيقة تبان. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية في النور. عن خفض الدعم عن الوقود في الشريحة الأخيرة هيكون كلامنا النهاردة، وتأثيرات ده على السوق، والقرار اللي نشر في الجريدة الرسمية اللي عمل بلبلة لناس كتير. هنوضح كتير من الأمور اللي يمكن ناس كتير كان بتتكلم فيها الفترة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي دون إجابات. خلونا نرحب بضيفنا الدكتور نور ندى الخبير الاقتصادي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. أهلا بحضرتك. النهاردة دكتور معلش هتستحملنا شوية لأنه عندنا أسئلة كتير قوي بتخص مستقبلنا بقى. يعني إحنا عارفين إن دي كانت الشريحة الأخيرة، صحيح، ويمكن دي كانت معلومة على فكرة ناس كتير ناسياها أصلا، إنه خلاص مش هيتم خفض، إحنا كده بناخد بسعر غير مدعوم، صح ولا غلط؟ صحيح. الكلام ده عشان كده نقدر نقول انه مش خفض الدعم، لا هو رفع الدعم. رفع الدعم كده دي يعني خلاص، كده دي الشريحه الاخيره. وعشان كده تم ربط اسعار المحروقات او اسعار الوقود والبنزين بالاسعار العالميه، عشان كده الحكومه قالت انها هتعمل مراجعه لهذه الاسعار كل 3 شهور. وانا رايي الشخصي ان ده مش مظبوط، ما دامنا ربطنا البنزين بالاسعار العالميه طب ليه نستنى 3 شهور؟ ما نربط بشكل دوري الأسعار بحيث أن يبقى في آلية لخفض سعر البنزين، أو طبعا في احتمال أنها ترتفع ما دامت هي تثابت في طبقا لآليات السوق والعرض والطلب والأسعار العالمية. لكن أنا في الحقيقة مش قلقان قوي من فكرة أن احنا نطبق الأسعار العالمية، لأن في الحقيقة احنا لو قدرنا نسيطر مش بس في البنزين، في كتير من السلع اللي احنا بنتداولها سواء كانت سكر او لبن او زيت او لحم، لو ارتبطت هذه الاسعار بالاسعار العالميه انا اعتقد بالضروره هتنخفض هذه الاسعار في مصر، خاصه ان السوق المصري بيعاني من حاله انا رايي اخطر من الفساد، هي حاله الاحتكار. وبالتالي ما فيش علاقه ما بين السعر والتكلفه. احنا بنشتري باسعار، المواطن المصري بيشتري من الاسواق باسعار اكبر كثيرا من الاسعار العالميه، وبالتالي بس ده هيحتاج، محتاجين حكومه قويه، محتاجين ادوات واجهزه ضبط مسؤوله، لان فكره ما دمنا ارتضينا بالنظام الراسمالي مش كده، فالنظام الراسمالي ما بيقولش ان الحكومه تبقى رخوه أو حكومة نمشي بقى بآليات الرأسمالية. أبقى أنا عايز حكومة كمان، يعني حكومة
بتضمن المنافسة وبتضمن آلية حرة لتحديد الأسعار، وبتضرب بيد من حديد على أي شكل من أشكال الاحتكار مهما كان دون استثناء. أنا شايف أن ده يعني ما دامت الحكومة ارتأت أنها تطبق هذا النظام يبقى عليها أنها تطبقه كاملا كاملا بمعنى بأدواته. ليه حضرتك مش قلقان أنه لو ارتفعت الأسعار عالميا ده يأثر علينا وإحنا يعني إحنا أقولها لك بصراحة يا دكتور إحنا جبنا السقف، يعني إحنا حاسين إنه الأسعار خلاص. أنا شخصياً أكتر من كده. أنا شخصياً مش داعم لفكرة رفع الدعم، لأن أنا شايف إيه الدعم هو أحد أدوات التوزيع أو أحد سياسات التوزيع داخل النظام الاقتصادي المصري. يعني الدولة بتفرض ضرائب مش كده، وتفرض جمارك وتفرض رسوم مش كده، بحكم سلطتها. والدولة بتدير الثروات الطبيعية الوطنية مش كده، هي من إدارتها لهذه الثروات بتجيب دخل، ومن حصيلة الضرائب والجمارك والرسوم بتجيب دخل. تمام. المفروض انها بتاخد من يمتلك او بتاخد من اللي عندهم ثروات اعلى مش كده، واللي عندهم دخول اعلى، عشان تدي الاقل، عشان تقدر تعمل نوع من العدالة الاجتماعية. وده دور للدولة الرشيدة. يعني هنا الدولة ما بتتفرجش في النظام الاقتصادي، مفترض أن الدولة بتدير وبتوجه. ها، وفكرة أن يعني بصي، في بعض الرأسماليين المصريين ورجال أعمال شايفين أن الدولة ما تتدخلش في أي شيء، الدولة كده تبقى عاملة زي الزوج آخر من يعلم. لكن في حقيقة الأمر ده حتى جهل بدور الدولة في النظام الرأسمالي. وانا رايي ان هذه الفكره بتبقى فكره ناتجه او مصدرها اما واحد جاهل اما واحد مغرض وله يعني ايه اطماع، او له يعني ميول يعني استغلاليه او اجراميه. وبالتالي انا شايف هذا النظام بدون ضبط ودور للدوله، سواء التموين سواء الشرطه سواء جهاز حماية المستهلك، اللي أنا شايفه لغاية دلوقتي ضعيف، يستطيع أنه يلعب دور أعلى، لكن في الحقيقة التشريعات ما بتساعدوش، دوره ما زال محدود. يعني جهاز حماية المستهلك في أوروبا أو أمريكا أو حتى في بعض دول الخليج قوي بشكل غير طبيعي. قوي لدرجة إيه يعني؟ لدرجة الخوف، لدرجة يعني أن التجار ممكن يكون بيسبب رعب للمصنعين للصناع والتجار. وبيعمل عملية ضبط للسوق، بيعمل عملية حماية لحقوق المستهلك. وإن أي مخالفة فالتاجر عارف أنه يدفع يعني كثيرا أمام هذه المخالفة. لكن إحنا النهاردة عندنا جهاز لحماية المستهلك مش كده، لكن سقفه أو راسه عريانة، ما فيش تشريع. عشان نغطي راسه لابد أن تكون هناك تشريعات رادعة تحمي المستهلك والمواطن المصري. عايز اقول لحضرتك ان الناس بقت بتقوم بدور التوعيه المتبادله على الجروبات الكبيره اللي على الفيسبوك مثلا، عشان تقول لبعضها خلي بالكوا التاجر ده حاجته وحشه، خلي بالكوا التاجر ده حاجته. صحيح. فالناس صحيح. بتاخد نصيحه من بعضها عشان عارفين ان هم لو اتخموا او اتخدعوا زي ما بيقولوا محدش هيجيب لهم حق. بس ده بيحدث في شريحه من المجتمع المصري لا تمثل من المجتمع المصري اكتر من 2 أو 5% اللي هم شريحة المثقفين. طب الفلاح على رأس الغيط، العامل اللي هو في المصنع أو حتى بعض الموظفين في المحليات أو في النجوع أو في القرى. لا يعني فكرة يمكن إيه الأسلوب ده ما ينفعش. أنا رأيي أنه لا بديل عن دور للدولة، وأنا على فكرة لا أطالب يعني دور اشتراكي للدولة. لا، مش الدولة هي ارتأت أن تسلك الطريق الرأسمالي، طب ما تاخده كاملا. تاخده بأدوات الضبط، بحيث ما نسيبش المواطن المصري فريسة مكشوف الرأس أمام حيتان وغربان التجار ورجال الأعمال. طيب عايز أرجع تاني لموضوع آلية التسعير اللي ممكن تبقى كل 3 شهور وفقا للأسعار العالمية. بره ممكن نشوف انه في بنزينه بتبيع البنزين بتاعها بسعر، البنزين اللي جنبها ممكن السعر يختلف شويه،
أقل أو أكتر. وده ممكن يحدث في مصر الفترة الجاية. ما هو إحنا لو تركنا بقى لأننا عندنا خبرة ضعيفة جدا في فكرة أننا نسيطر ونراقب. لا وممكن وبرة بنشوف أن لما مثلا تاخدي 20 لتر بنزين تاخدي معاه مثلا إزازة مية أو تاخدي معاه علبة مناديل أو تاخدي معاه يعني ممكن جدا خلال الفترة الجاية لو إحنا أطلقنا لآليات السوق أنها تلعب دورها ممكن أن نشاهد بعض هذه المظاهر داخل المجتمع المصري. أن البنزيمة بتدي بسعر وبنزيمة بتدي بسعر أقل، بنزيمة بتدي هدايا، بنزيمة ممكن تحسب نقط. يعني ممكن نلاقي في المستقبل ها زي الكروت اللي يبقى عندي كارت موبيل مثلا أو كارت شيل أو كارت مثلا وطنية أو كارت يعني ولما عنده نقط معينة يعملوا لك تخفيضات، لأن لابد أن تنشأ منافسة ما بين البنزيمات مش كده أو محطات خدمة. ده ينفع عندنا في مصر يا حاج؟ شايف أن النظام ده ينفع؟ لا ممكن أنا بس فكرة مراجعة الأسعار كل 3 شهور أنا مش موافق عليها. حاجة كنت عايزة كنت لأن حركة قد إيه مثلا؟ أنا شايف مع حركة الأسعار يعني ممكن تتغير بشكل يومي بقى. طبعا لا، وعلى فكرة ده بيحصل في أوروبا. طب وأنا هعرف منين أن أنا مش بيضحك عليا؟ لأن هو البنزيمة بتعلن يافطة كده سعر بنزين 92 كذا 95 كذا السولار كذا، يعني بتعلنها في يافطة في مكان بارز. يعني في زيارتنا سواء كانت في دول أوروبية أو حتى في دول خليجية، في دول خليجية يمكن الأسعار مش إيه، لكن في أوروبا تحديدا ممكن تلاقي الفروق دي واضحة ومعلنة. ما دمنا دخلنا هذه المنطقة وأنا أعتقد أن من الممكن جدا أن نلاقي فروق. طيب سؤال، إذا كان ده هيأثر على حياة الناس؟ طبعا. لسه كنت هسأل حضرتك، انت يعني حضرتك لو ماشي بالعربية بتاعتك وعندك 3 4 بنزينات جنب بعض، كل بنزينة حاطة سعر مختلف، وهنقي الأرخص، انا هروح للأرخص وهبقى ده هعمل عملية تضارب في الأسعار، وكل بنزينة هتحاول ان هي تحط يعني مغريات عشان تجذب الأرخص. هو ده قانون السوق بالضبط. لكن احنا كده برضو ممكن نقع فريسة للاحتكار زي ما قلت لحضرتك في البداية، يعني احنا ممكن نلاقي تكتلات تسيطر على الوضع اللي موجود حاليا ونلاقي اتفاقات وتفاهمات. ده يحدث في غياب جهاز حماية المستهلك وفي غياب دور فاعل للدولة. طب ده بيحدث في سوق السيارات الآن، يعني انت الأرباح المبالغ فيها والضخمة، هو ده اللي مخوفني. ما انا فاهم، يعني الأرباح وأسعار السيارات الغير طبيعية اللي موجودة في مصر، هو ايه؟ هو في اتفاق، هو ده احتكار قلة، عدد المنتجين للسيارات معدودين، يعني ممكن بيتفقوا على هامش أسعار معين زي عندنا شركات المسؤولة عن البنزينات. هم كم شيء احنا نروح بعيد ليه؟ اللحمة. اما اللحمة فيها احتكار، والدولة لابد انها تعلم ان في 3-4 اسماء هم المسيطرين، هم اللي بيأكلون اللحمة وهم اللي بيحددوا سعر اللحمة. السمك الحكومة عاملة مزارع سمكية وعاملة جهد غير طبيعي تشكر عليه، لكن في الآخر الحكومة بتنتج السمك، لكن قنوات التسويق مسيطرة عليها غيلان واحتكارات سوق السمك في مصر، وبالتالي ما بنلاقيش ان الأسعار بتعكس الجهد او ما فيش انخفاض في الأسعار، يعني لسه السمك غالي. عشان كده الناس تقول ايه، يعني ما انتوا بتقولوا انه في مشاريع وفي مزارع استزراع سمكي، وامال السمك لسه غالي ليه؟ لان قنوات التسويق مش كده مسيطر عليها الاحتكارات واسماء بعينها ومعروفه. بصي يعني النهارده يعني بيل جيتس وهو من اغنى اغنياء امريكا لو مارس اي ممارسه احتكاريه بتتجاب رقبته وبيدفع ملايين او مليارات الدولارات. احنا المحتكرين المصريين لسلعة، على فكرة كل سلعة ليها محتكرينها، ليها أسمائها، يعني معرفين. السكر عدد، الشاي عدد، اللحمة، الطماطم، الخضار، الفاكهة، الموز، المانجا، يعني كل منتج فيه ليه محتكر. خليني أقول لحضرتك إن البنزين تحديدا سلعة بتتحكم في أسعار كل السلع دي. أكيد، ما هو البنزين على فكرة مش بس عربية، يعني يقول لك إيه إن أصحاب العربيات بس اللي هم هيتأثروا. كلنا. مش صحيح، لا يعني أقول لك الحاجة، أنت مش بتنقلي خضار وفاكهة؟ طبعًا. طب أنت العمالة اللي جاية لك راحة جاية مش راكبة؟ طبعًا. ولادك مش رايحين المدرسة أو جايين من الجامعة أو كل دي تكاليف، وكل دي بتضاف على المنتج النهائي، وبالتالي حركة الأسعار بتطلع. يعني أنا شايف مثلًا العرض اللي أنتوا قدمتوه من شوية عجبني قوي. وعجبني أول ملاحظة اللي حضرتك قلتيها،
الخاصة بأن يمكن أول يوم وتاني يوم في حالة من حالات الضبط والسواقين بتوع السيرفيز منضبطين إلى حد ما. لكن أنا بأؤكد للحكومة وبحذرها، مجرد ما الحكومة هتغمض عينيها في ثالث يوم أو رابع يوم ها هتلاقي السواقين رفعوا السعر الضعف. لأنه خدي بالك إيه يعني منظومة القيم للأسف داخل أو مع التجار ورجال أعمال مهزوزة شوية. هو عارف أن كل حاجة تباع وتشترى حتى الضمائر، هو بيخلص كل حاجة من تحت الترابيزة. هو ما يعرفش الأبواب، يعني أبواب الأجهزة الحكومية هو ما يعرفهاش، لكن هو يعرف الشبابيك ويعرف تحت الباب ويعرف جوه الدرج، مش كده؟ فهو وأنا رأيي أن دي محتاجة صحيح أجهزة الرقابة شغالة وبتمسك كل يوم واحد واثنين وثلاثة، لكن يعني إحنا محتاجين جهد أكبر. هقولك النظام اللي تم الآن وإطلاق الأسعار ورفع الدعم وإن الأسعار تبقى جزء من الأسعار العالمية بدون جهاز دولة قوي قوي وما ينامش ويشتغل 24 ساعة وما يشتغلش يومين وبعدين ينام أو شهر وبعدين يبطل، لأن لعب التجار أخبث كثيرا مما نتصور. يعني جهاز دولة قوي واحد، اثنين جهاز حماية مستهلك عنده مجموعة من القوانين الرادعة وعنده أدواته اللي هي يعني إيه بتقسم ظهر أي واحد يخالف، وفي نفس الوقت دور التوعية وإن المواطن عندنا في مشكلة لدى المواطن المصري إن هو حاسس إن دوره مكشوف وإن لا حول له ولا قوة، ويشتكي لمين؟ يروح يشتكي في الكنيسة ولا في الجامع، يكنس مش عارف العذراء مريم ولا السيدة زينب، يعني إحنا أهالينا ناس غلابة مش كده؟ وهم مش حاسين إن في حد وراهم. إحنا محتاجين الآتي، ما دمنا ارتضينا أن تكون أسعارنا هي جزء من الأسعار العالمية لابد يبقى دولة بتضرب من حديد وجهاز حماية المستهلك قوي ومدعم بتشريعات قوية. في الحالة دي محدش هيلعب. طيب أنا برضو عايزة أتكلم عن تداعيات فكرة أنه أكون أسعاري مرتبطة بالأسعار العالمية وتأثير ده علينا إحنا إيه، لأن إحنا عندنا وضع مختلف زي ما حضرتك شرحت لنا، وقد يكون في تفاهمات وتوافقات ما بين المحتكرين عشان نظبط الأسعار مع بعض عشان ما حدش فينا يخسر وما إلى ذلك. تأثير ده على المواطن إيه؟ هسأل حضرتك فيه، لكن أنا بستأذنك هناخد تليفون. إحنا معانا مدام منى من القاهرة. ألو مدام منى قفلت. طيب معانا مدام منار من القاهرة. ألو ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك يا فندم. أنا اسمي منى مش منار. أهلا مساء الخير يا نانسي الجميلة. مساء النور. وعلى ضيفك الكريم. أهلا بيك. وأنا طبعا أشكر كل الشكر على كل الكلام الجميل، بس لي سؤال. هو ليه الدعم قبل ما يتشال ما تضبطتش الرقابة على السوق وعلى الأشخاص اللي هم بعينهم المناطين في السوق والتحكم فيه عشان خاطر الناس فعلا تعبت تعبت بشكل واضح أكيد للكل. وللنهاردة إحنا بالنادي فين الرقابة، فين حماية المستهلك؟ طيب تمام، ومن فضلك تصحيح اسمي بس بدل منار منى. منى منى. حاضر يا مدام منى، شكرا ليكي. وكل الشكر ليكم، ميرسي خالص على الاستماع. شكرا. ارجو ان يبقى في حركه للكلام او للسؤال او للجهود اللي بتحصل من اي جهه. شكرا. شكرك جزيلا يا مدام منى، وحالا هتسمعي الرد من الدكتور. اتفضلي يا فندم. يعني انا بشكر يعني مدام منى، وفي الحقيقه هي بتعكس وعي مجتمعي بحقوقها. هي بتقول ان يعني الكلام ده بدون ضبط الاسواق، يعني هنا دور الحكومة، وبدون حماية المستهلك. أنا أعتقد أن احنا هي سؤالها كمان أعمق، هي بتقول ليه من قبل ما نشيل الدعم أو نخفض الدعم ليه ما فتتناش القوة دي، القوة المحتكرة دي؟ تعرف أن القوة دي أخطر قوة بتهدد التنمية الاقتصادية في مصر طبعا. طب أنا في سؤال مهم قوي، يعني هو يعني إيه الدولة هترفع الدعم مش كده؟ طب هي بتاخد ضرائب ليه؟ وبتفرض جمارك ليه؟ وبتفرض علينا رسوم ليه؟ طب احنا اتمناها في إدارة الثروة القومية بتاعتنا مش كده؟ عشان تحقق إيرادات. طب الكلام ده هيروح فين؟
هو مفترض ان الدوله تاخد ضرائب وجمارك ورسوم وبتدير ثروتنا القوميه سواء في باطن الارض او المواني او الابحار الانهار الى اخره، بتدير ده مش كده لمصلحه المواطنين. ما انا بدل ما اقول ايه انا عايز حصتي في البترول، لا انا باخدها في شكل مستوى تعليم راقي، مستوى صحه راقي، بعض السلع المدعمه لغير القادرين. فكره رفع الدعم دي فكره، يعني فكره انا رايي شخصي على المستوى حتى الانساني، يعني فكره يعني غير انسانيه غير اخلاقيه. يعني لما طرحت هذه الفكره قيل انه احنا بنرفع الدعم عن الطبقات اللي قادره انها تدفع علشان ناخد الفرق أوكي. ده وندعم بالطبقات الاخرى اللي هي مش قادره تدفع. طب هل دي السياسه اللي طرحت وقت ما طرحت، هل تم اعطاء هذه الطبقات الفرق ده؟ ما حصلش. يعني هو الفكره ايه النهارده؟ هناك معاناه حقيقيه، يعني المواطن المصري بيئن. بصي احنا عاملين تجربه اقتصاديه هايله قوي، والرئيس عبد الفتاح السيسي والدوله المصريه مشاريع وشغل، يعني حاجه محترمه جدا. لكن انا رايي الشخصي ان الركيزه الاساسيه لابد ان يبقى مكون اساسي فيها فكره العداله الاجتماعيه. هقف عند الفكره دي لانه عندنا تليفونات كتير قوي. هناخد مدام ماجده من المنوفيه. الو، مساء الخير. اهلا بيك، اتفضلي. سأنور، اهلا بحضرتك. عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. عندنا هنا محلات كتيره بتبيع الحاجه الغاليه والاسواق الحاجه فيها غاليه، وتبص تلاقيهم يقول لك ايه في حمله تموينيه نازله، محلات تعرف منين وتروح قافله. ويجوا يفتشوا ويدوروا بتاع التموين، المحلات كلها متقفله. بيعرفوا انه في حملات نازله فيروحوا قافلين. حتى الجزارين يعرفوا ازاي في حملات نازله ويروحوا مقفلين محلاتهم. مفهومه طبعا انه بتوصل لهم اخباريات بانه في حمله نازله. صحيح صحيح. تمام، بشكرك يا مدام ماجده. في مشكله في الصوت. استاذ شنوده من القاهره، يا استاذ شنوده. الو الو، اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الو، انا سامعاك، اتفضل. اسمعني من التليفون. اسمعني من التليفون، واقفل التليفون خالص. عبد المنشوط. عبد المنشوط يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ عبدو. اهلا بيك يا فندم. انا عايز اعرف بص، البوتاجاز حاليا دلوقتي بالنسبه للراجل الغلبان اللي رميته 50 60 جنيه، في هنا في القرى بتتباع بيقولوا ب 75، عايزين نعرف ثمنها كام، والراجل الغلبان طيب هيعمل ايه؟ ايوه، هي ثمنها زي ما اتقال في الشريحه الاخيره دي 65، صح كده؟ انبوبه البوتاجاز ب 65، انت بقى بتاخدها ب 75، صح كده؟ طب بيقول ب 75، طب انا اجيب منين؟ اجيب منين؟ انا عندي 3 4 اطفال، عندي امراض، عندي ضغط، عندي سكر، انا بشتغل يومين في الاسبوع او 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 في الشهر بالكامل ما اكملش 10 ايام او 7 ايام بشتغلهم، اعمل ايه واسوي؟ ام عبده انت ما بتاخدش، اعمل ايه؟ ما عندكش بطاقه تموين؟ عندي بطاقه تموين. بتاخد التموين بشكل مستمر ولا لا؟ باخد التموين بشكل مستمر. لكن برضو عندك لسه مشكله. طب انا عندي انا والتموين هيعمل لي ايه؟ التموين هيعمل لي شاي وسكر وزيت، التموين هيعمل لي ايه؟ انا عايز انبوبه البوتاجاز. انبوبه البوتاجاز النهارده اللي اتضر منها الراجل الغلبان اللي شغال بالاجر زي حالاتي، الراجل اللي هو بيشتغل يومين وبينام بقى الاسبوع، ما عندهاش مصدر دخل ثابت، يعني اللي مش شغاله بمرتب ما عنديش مصدر دخل ثابت. اعمل ايه يعني؟ طيب هطلع اسرق؟ هطلع اشحت؟ بشكرك يا عم عبدو، وانا فهمت وجهه نظرك. هتروح على الدكتور حالا. معانا استاذ مجدي من القاهره. الو، مساء الخير. مساء النور. في حاجه عايز اقول لك، هو العيش رفع الحر كله ليه؟ لا معلش تاني يا فندم ما سمعتكش. العيش الحر رغيف ابو جنيه بيجي بجنيه وربع. غلي بقى بجنيه وربع. والرغيف ابو نص جنيه بيجي ب 60 قرش. ده من امتى؟ من امبارح، وكل واحد تكلمي يقول لك البنزين غالي. ده انت ما عندكش بطاقه تموين فبتاخد عيش من بره، بتجيب عيش حر. الرغيف الصغير بقى ب 60 والتاني بقى بجنيه وربع. بجنيه وربع، وتقعد تتكلم حد يقول لك البنزين غالي والحاجه غالية.
طيب انا طبعا انا حاسه بالمعاناه دي، مشكله يعني لما يكون الرغيف بجنيه يبقى بجنيه وربع فجاه، ليه ايه اللي حصل يعني؟ طيب احنا معانا استاذ بخيت من سوهاج. الو الو، اهلا بيك، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. الاخبار بتوصل من الافراد التامين نفسيهم لكل المخابز المخازن وكل المحلات. الاخبار بتوصل بالتليفون يقول احنا نازلين جهانه اليوم الفلاني من مكتب التامين نفسه. انت بتبقى شايف ان المحلات مخالفه وتجي لهم الاخباريه انه في حمله نازله، ف من مكتب من افراد من موظفي التامين نفسه. دوله العميقه. وزن الرغيف مش مظبوط. وزن الرغيف مش مظبوط. ده حضرتك تقصد والمخالفات على عينك يا تاجر، محدش بيسال اتحد. الرغيف اللي بتاخده من التموين ولا الرغيف العادي الحر؟ لا، الرغيف اللي بتاخده من التموين. ما فيهوش مواصفات. بشكرك يا استاذ. مفيش تموين بيمر. واضح ان هي مشكله عامه، واضح ان لازم يكون في حل. هو من كلام يعني الساده المتصلين بيتضح ان هناك تحالف ما بين المحتكرين والفاسدين، يعني تحالف الفساد والاحتكار، الناس البسيطه الغلابه، تحالف يعني مثلا حملات التموين تنزل فالمحلات تبلغ فتقفل. مين اللي بيبلغها؟ الفاسدين، مش كده؟ طبعا. طيب فيقفلوا هنا والدولة بتعجز على أنها تمارس دورها. بصي، مع استمرار المحتكرين وتحالفهم، في تحالف، في حزب يعني سميه حزب مصلحي في مصر الآن قوي جدا على فكرة، ما بين المحتكرين والفاسدين. ضرب هذا الحزب وضرب جناحيه، ضرب الاحتكار وضرب الفساد، ضرورة للتنمية الاقتصادية وضرورة عشان نحمي أهالينا سواء في الصعيد أو في بحري، نحميهم. يعني يعني أنا شايف إن دي محور مهم جدا. يعني معلش، هو أني قرار نزل يقول إن رغيف العيشة بجنيه يبقى بجنيه وربع؟ ما دي ثقافة. مين اللي قال كده؟ يعني كل واحد دلوقتي بقى بيحط سعر على مزاجه. الأسعار يعني إيه مطلقة، مش كده؟ ووزارة التموين في فترة ما قالوا لها ارفعي إيديكي وبعدي. يعني فكرة التسعير، يعني حتى في النظام الرأسمالي مش كده، المنتجات بيبقى المنتج موجود وعليه التسعيره بتاعته. انت نادرا ما تخش حتى بعض المحلات الكبيره وتلاقي المنتج وعليه تسعيره. صح. طب ما ده ليه؟ لان هو بيراهن على جهل المواطن، وبيراهن على ان المواطن ده ظهره مش محمي. في المحلات البسيطه بيراهن على جهل المواطن، وفي المحلات الكبيره بيراهن على انه دول طبقه غنيه مش هتفرق معاهم، مش هتفرق معاهم، مش هتفرق. وبالمناسبه انا عايز اقول حاجه، ان في اليومين دول الانفلات في الاسعار موجود في المحلات الصغيره مش الكبيره. بالظبط. المحلات الكبيره خايفه. يعني انا بنصح اهالينا خلال خاصه اليومين دول، واليومين دول انا اشعر ان في حاله من حالات الارتباك في السوق نتيجه لارتفاع اسعار البنزين. انا شايف ان يعني يركزوا ان هم يشتروا من المحلات الكبيره. المحلات الكبيره بالمناسبه اكثر، لانه خايف، لان هو المحلات الكبيره لو اتقفش اتمسك هتبقى غرامته ضخمه. لا، غرامته ضخمه، لانه الوقت خلص تقريبا. فضل. انا بس سؤال اخير، لو انا كل 3 شهور هقعد مترقبه بقى اشوف سعر البنزين متوافق مع الاسعار العالميه ولا لا، ولا كل شركه هتحدد لنفسها السعر اللي هي عايزاه؟ انا شخصيا مش موافق على فكره 3 شهور لسبب. يعني انت نفترض في الشهر الاولاني الاسعار انخفضت، مش كده؟ اقعد انا كمواطن مصري شهرين اشتري باسعار عاليه لمجرد ان الموظف يصحى بعد 3 شهور ويقول لي 3 شهور دي؟ لا لا لا، لا بص، ما دمت انت ارتضيت ان تربط نفسك بالاسعار العالميه فلازم تبقى ابديت لاي تغيير بيتم في الاسعار. وفي الحاله دي هتتم منافسه ما بين محطات الخدمه، بس انا بحذر من عدد محطات الخدمه او ملاك محطات الخدمه البنزين يعني في مصر، عددهم يعني على 10 بالظبط، على صوابع اليد. هو بقى فكره، فبسهوله جدا ممكن ان هم يتفقوا تفاهمات، وخاصه. أيوة. ان المواطن ظهره مكشوف، وبالتالي فكره دور الدوله وجهاز حمايه المستهلك ووعي المجتمع الثلاثي ده على بعضه، انا اعتقد ضروره لو احنا قررنا ان احنا نمشي في هذا الطريق. وفي نفس الوقت انا رايي ان رفع الدعم هيطرح علامات
استفهام كثيره. طب انت بتاخد مني ضرائب ليه؟ طيب بتاخد يعني مني جمارك ليه؟ بتاخد مني بتفرض عليا رسوم ليه اذا كنت انت رفعت الدعم؟ هنشوف خلال الايام اللي جايه اللي ممكن يحصل، وبعد 3 شهور الوقت مش بعيد علشان نشوف شكل المنظومه هيبقى عامل ازاي، وساعتها كمان هنقدر نقرر ونحاول اننا نقيم الوضع. بشكرك جزيلا، شرفتنا ونورتنا. أشكرك. دكتور نور ندى الخبير الاقتصادي، شكرا لحضرتك. بعد الفاصل فقره كنت اتمنى اننا نتكلم فيها عن فوز المنتخب بالامس وتطلعاتنا للمباراه القادمه، لكن للاسف هنقيم فيها أداء المنتخب الوطني بعد هزيمته من جنوب أفريقيا بالأمس. بعد الفاصل خليكم معنا.